دعا نائب رئيس الجمهورية عثمان محمد يوسف كبير الدعاة وأئمة المساجد إلى ضرورة التمسك وتعزيز منهج الوسطية في الدين الإسلامي سعيا لتحصين المجتمع من الغلو والتطرف الذي صار يسود العالم. وقال كبير خلال حديثه في ندوة بعنوان دور الدعاة في تعزيز منهج الوسطية وتحصين المجتمع، والتي أقامها المجلس الأعلى للأوقاف والتوجيه والإرشاد والمجلس الأعلى للدعوة الإسلامية، قال إن الحياة في العالم الإسلامي تأثرت بالغلو والتطرف الذي أثر سلبا في حياة الناس. التوسط وأهمية هذا التوسط في حياتنا وفي طبيعتنا ونحن كمسلمين مسألة أساسية جدا، وما عندنا أي مناص نتجاوزه، لأنه أي تطرف أو مغالاة أو مزايدة في أي موقف من المواقف نتائجه بتكون معكوسة وسلبية على الفرد وعلى الجماعة. عشان كده دور الدعاء في تعزيز منهج الوسطية وتحصين المنهج وتحصين المجتمع منه. إحنا عايزين الإخوة الدعاء والداعيات هم في الأساس يتشربوا هذا الفهم، لأنه إحنا بنحسب أنه المجتمع ده ممكن أن نحسن بالوسطية على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة، والمجتمع ده يمكن أن نوجهه ونفهمه الصح عن طريقكم أنتوا الدعاء. وأنا قبل قلت أنتوا حملت راية حملت مشاعل النور، والنور هو العلم. عشان كده نحن بنفتكر أنه نحن كدولة بنفتكر أنه الدعوة أثرها وقيمتها كبير جدا جدا على الدولة نفسها وعلى الدولة وعلى الإنسان، والإنسان هو الأساس المكون للدولة.